أطلقت وزارة الصحة بالشراكة مع مخابر نوفو نورديسك العيادة المتنقلة للكشف عن الأمراض غير المتنقلة، ليصل مجمل القوافل المطلقة في إطار هذه الشراكة إلى 35 منذ سنة 2011. تقوم وزارة الصحة من خلال مديريتها الولائية بتنظيم هذه القوافل المتنقلة منذ 2011 في إطار الشراكة مع نوفو نورديسك، وإجمالاً تم تنفيذ 35 حملة مكنت من فحص ما يقارب 60,000 مريض. إن هذه العيادة الطبية المتنقلة مجهزة بوسائل كشف والتشخيص وكذا أجهزة إلكترونية حديثة. Je suis très contente aussi que cette collaboration a pu se faire avec l'expertise d'une entreprise algérienne qui a mis les panneaux solaires et qui a approvisionné cette clinique mobile avec ses solutions les plus récentes. العيادة المتنقلة التي ستجوب ولاية بجاية هي أول عيادة مزودة بالألواح الشمسية والتي تقلل من انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام المولد لتشغيل معدات التشخيص. الاتفاقية الحالية بخصوص إطلاق العيادات الطبية المتنقلة التي تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة، حيث تعتبر الطاقة الشمسية خارج الشبكة حلاً ناجحاً اقتصادياً، وخاصة وأنها تدخل ضمن استراتيجية قطاعنا الوزاري ألا وهو وزارة البيئة، التي من أهم محاوره الانتقال الإيكولوجي التي يرتكز على الاقتصاد الأخضر. هذه العيادة تصل إلى كل مناطق الوطن ولها استقلالية فيما يخص الطاقات المتجددة لأنها تعمل بالطاقة النظيفة، زيادة على ما يسمى ببطاريات ستوكاج، دونك تعمل طيلة اليوم زائد أكثر من 8 ساعات بدون ما تكون مرتبطة بالكهرباء الكلاسيكي. تنطلق العيادة نحو ولاية بجاية لتوفر خدمات الكشف عن الأمراض غير المعدية وعن مضاعفات السكري من 21 جوان إلى غاية 2 من شهر جويلية.